فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنا أنزلناه لفظ جمع، والمنزل واحد سبحانه وتعالى، والتعبير عن الواحد بلفظ الجمع في لغة العرب مقصوده التعظيم، فيقول المعظم نفسه إنا ونحن وفعلنا وقلنا. ولذلك يرى العلماء أن طالب العلم ينبغي أن يجتنب هذه الجمل ويعبر عن نفسه بالواحد، حتى لا يشعر الناس بأنه يفخم نفسه ويعظم نفسه. الله عز وجل يعظم نفسه سبحانه وهو العظيم سبحانه وتعالى.